في إطار تكثيف الجولات الميدانية لفرق النظافة العامة وإشغالات الطرق ضمن حملة ديرتنا تستاهل، قام الفريق الرقابي التابع لبلدية محافظة الفروانية بشن حملة ميدانية في جليب الشيوخ. تابع المفتشون أداء شركات التنظيف لإزالة مخالفات النظافة والحد كل ما يشوه المنظر العام أو يستغل مساحات إضافية غير مرخصة بالمحال التجارية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. تواصل بلدية الكويت وعبر الفرق الرقابية التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمختلف المحافظات تكثيف جولاتها الميدانية ومتابعة أداء شركات التنظيف لإزالة مخالفات النظافة والحد من كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام لرفع مستوى النظافة العامة في البلاد. بتوجيهات من معالي وزير البلدية فهد الشعلة ومدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس وتعليمات ومتابعة المسؤولين في فرع بلدية الفروانية، قمنا اليوم بجولة ميدانية في منطقة جليب الشيوخ لمتابعة أعمال شركات النظافة وتحرير المخالفات على المحلات المخالفة والباعة المتجولين ورفع السيارات المهملة واستغلال المساحة. مثل ما تشاهدون هذه حملاتنا بشكل يومي ومستمر على النظافة والباعة الجائلين والمساحة والمحلات المغير تراخيص. هذا المحل أعطينا مخالفة مساحة على قانون 30/2021. حملاتنا بشكل يومي ديرتنا تستاهل. بالجليب عندنا مشكلتنا نعاني من الباعة الجائلين، المحلات المغير تراخيص، وانت شايف أكثر من محل يوم زيناه كله ينحاش. فريق إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية ومن دون أي تهاون حرر العديد من المخالفات في منطقة جليب الشيوخ وتعامل بحزم مع مركبات مهملة في الساحات الترابية والعديد من التعديات على أملاك الدولة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.